أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يطعن في الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه من بعض الكتاب والمفكرين؟ هؤلاء صحابة أجلة. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل وكاتب الوحي، من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمام المسلمين بعد علي رضي الله عنهما، وإمام المسلمين بعد علي، وجمع الله به المسلمين ووحد كلمة المسلمين على يده، فله فضائل رضي الله عنه. لو لم يكن له إلا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له فضائل عظيمة رضي الله عنه. وعمر بن العاص أيضا له فضائل، وهو المجاهد في سبيل الله، وهو القائد المحنك الذي قاد الجيوش وفتح الفتوح رضي الله عنه، له مقامات في الإسلام، فلا يتنقصها ويجحد فيه إلا من هو إما جاهل وإما مغرض أو متأثر بالشيعة الذين يطعنون في معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.